وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه، خضعت الوجوه للحي القيوم. ثم يقرر أمر لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل ظالما أن يرجع عن ظلمه، صغر هذا الظلم أو كبر. قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلمه. نعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من الخيابة والخيبة. قد خاب من حمل ظلمه، وعلى قدر الظلم الذي يحمله الشخص على قدر خيبته.